إلهنا، أنت قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، نحن الفقراء وبين يديك، نحن الفقراء بين يديك، نحن الفقراء بين يديك، نحن الفقراء بين يديك، الواقفون على عتبة بابك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتاب، أو علمته أحدا من الخلق، أن تجعل القرآن العظيم ربيع القلب ونور الصدر. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمدا كثيرا طيبا. بسم الله تبطل عين قوية حارة، رأت وما بركت، عين أمرضت، عين أمرضت الأبدان ووسوست، عين حاسدة في العمل والجاه، تابعة عين، تابعة عين في العمل، تابعة عين، سحر مأكول قديم تسبب في الاكتئاب، سحر قديم تسبب في الاكتئاب. اللهم لك الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عين في الصغر أصابت بطنا فألمت، صدرا فضيقت، رأسا فألمت، تسببت في الاكتئاب والخوف والقلق والفزع. عين تسببت في القلق والفزع والخوف والهلع. عين قوية دمرت الأبدان، عين قوية دمرت الأبدان وأمرضت، عين حارة دمرت الأبدان، عين حارة دمرت الأبدان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، من كل عين أمرضت الأبدان ووسوست، عين حارة، عين أصابت أرجلا فأثقلت المشي، عين أصابت أرجلا فأثقلت المشي، أصابت ركبتين فأمرضت، عين أصابت يدين فعطلت، عين أصابت يدين فعطلت، تسببت في الاكتئاب والمرض النفسي. عين حارة قوية المس الذي سكن الأبدان ووسوس ودمر، الجن الذي سكن ودمر البدن يصعد الآن بإذن الله، الجن الذي سكن الجن الذي سكن
الجن الذي سكن لسنين طوال لسنين طوال في العمل سكن حسدا من عند أنفسهم في العمل دمروه حقدوا عليه حقدوا عليه شوهوا جماله لانضباطه في العمل لانضباطه في العمل شوهوا الجمال وأمرضوا الأبدان عين حارة بسم الله تبطل العين بإذن الله بسم الله تبطل العين تبطل العين بإذن الله بسم الله تبطل العين تبطل العين بإذن الله تبطل العين بإذن الله تبطل العين بإذن الله تبطل العين بإذن الله يخرج الجن بإذن الله يخرج الجن بإذن الله يخرج الخبيث بإذن الله يخرج الجن بإذن الله يخرج الجن بإذن الله يخرج الجن بإذن الله يخرج الخبيث بإذن الله يخرج العدو بإذن الله يخرج العدو بإذن الله يخرج الجان بإذن الله اسمع يا جان إن كنت مسلما فارفع يديك اليمنى طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن كنت كافرا ارفع يديك اليسرى ارفع يديك اليسرى طاعة لله جل وعلا لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم قونا يا رب اللهم ثبت عقولنا يا رب إن كنت كافرا ارفع يديك اليسرى لفوق هيا هيا تكلم لماذا أنت في الجسد هاي طاعة لله والله إني أعرفك خيرا كثير ولا أريد أن أؤذيك لا أريد لك الأذية أبدا بل أريدك أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تخرج منه طاعة لله جل وعلا وأن تذهب من هذا الجسد طاعة لله جل وعلا وأن تتركه يرتاح بإذن الله جل وعلا إلى الله عز وجل فاعلم أنك ميت أنك ميت كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هي الطاعة لله توب إلى الله كافر صح؟ صح؟ تسلم لله؟ تسلم لله؟ تسلم لله؟ هل تريد العذاب؟ تريد العذاب؟ تكلم لا تريد الكلام هل تريد العذاب؟ هل تحب العذاب؟ سنعذبك بإذن الله حتى تخرج صغيرا من هذا البدن لأنه ليس لك وأنت دخلت إليه على شكل خادم عين قوية وتسممات في البطن والآن تختبئ في يديه وتختبئ في الأعصاب ولا تريد أن تغادره أبدا لأنك تريد له الانتحار وأن يموت أدخلته في الاكتئاب
حتى لا يستطيع، بل ما تركته يرتاح لا مع أصدقائه ولا في صلواته ولا في بيته ومع أولاده، ما تركته يرتاح أبدا. فالآن وبإذن الله ستخرج طاعة لله وليس طاعة لي أنا ولا لساحر ولا لكاهن ولا لمشعوذ، بل طاعة لله. هيا تكلم حتى نفتح حوارا ونعرف لماذا أنت في الجسد. هيا هيا تكلم، هيا هيا هيا. كم من سنة أنت في الجسد؟ كم من سنة؟ هيا هيا تكلم، هاي طاعة لله. هيا هيا هيا، كم من سنة أنت في الجسد؟ سلام سنين 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 السلام عليكم. زين زين دابا؟ الحمد لله. كتحس بشي حاجة مشات منك ياك؟ حسيت بعدك من ديك الحلقة اللي مبقاش لا بس هادي طيب ان شاء الله غمض عليك وركز معايا. الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان